إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عن إن شاء الله بلابينا مانتا ومالين قميصة بشا شعبانا أي تهي سيديد إيا اللباتن كون أفر بغل يصدن هجرية ذا كتاب كان الرحبية في علم الفرائض مركا نسخدان أن هدى هايو أن كأخرين إنو وحا وحايس كاكوغن تهي متنغا أو أه نظمغا رحبية ذا إيو شرحا oo waxa weeyaan u leeyahay Sibdul Mardini oo arki doona Maxamed ibn Ahmed iyo Haashiya u leeyahay Maxamed ibn Sheikh Umar al-Baqari iyo tahqiiqa u leeyahay Mustafa Dib al-Bugha afartaas ay iska saaran tahay marka mid walbana marka culimada magacooda mid walba meesha uu ku dhigayo markan marayna insha Allah si ay u fudaato u laabashadiisu aan بل وحي أن كفهن وأن كدي دون بسم الله إلهي مبعي سايان كب الله كتابك الله الرحمن نحريس تواسع كسي فيسن ذو الرحمة الواسعة نحريس تواسع الله كسي فيسن الله الرحيم نحريس سيسا قارسية عدو دونه ومخلوقي سكمدأ إن رحمن الرحيم لبن معنو أيو ابن جرير الطبري تفسير كيسا سون نقليا إن لغادقو الرحمن إن صفة الذات إن لغادقو أولير هذا ذو الرحمة الواسعة متكار كسي فيسان رحمة واسعة أولير هو صفة الذات تاسو الرحيم صفة الفعل إن لغادقو أولير هذا وحوين الله النحريستي سجارسية عدو دون مخلوقي سكمد ساس إن لغادقو إيوه معناها كالاتو مشهور كاين لغادقو أولير لماذا هو صفة الفعل قول لي رضو الرحمن الله نحريست بلارا نحريست عامك ومخلوقات كي سردن نحريست كالقارت نحريست جن إيا إنسي إيا غير كودب إن الله الرحيم نحريست قارك نحريست مؤمنين نحريست قارك أو نحريست في الدنيا والآخرة الدنيا دا نحريست قارة وأهوحا ويان إيمانك إيا هداية إيا هايستان إيا حفظ جيسة آخرنا رالي هنشديس إيا جنديس والله هذا صفة الفعل لقدقو يقول الشيخ مركا ان شاء الله كتابك وان لقبين ان متنغا نظمغا ايو شرح مردين لبداس يقول الشيخ شيخي وحولي يهي شيخي الامام امام كاها شيخي العالم عالم كاها شيخي العلامة علم بدنها شيخا سو وحيد دهره وقتك سيكالين نقضي وفريد عصره وقتك سيكالين نقضي محمد ابن احمد ابن شيخ بدر الدين الدمشق الاصلي المصري الشافعي رحمه الله سبد المرديني المرديني قبدي صلى شيء فصح الله إلهي هو صحي في مدة وحليه الحمد لله رب العالمين يقول الشيخ شيخي وحليه الشيخ وحويان مستر الشاخ يا الشيخ مستر كيد أما سوصفي اللو أديكسن وحنويان لقاهان من بلغ من ضعنا في السن سيدو يرى الراقب الأسفهاني من ضعنا في السن العلامة البقري نساء سقع سون نقليي وحوين من ضعنا في السن أو من جاوز الأربعين لبضى بوالي رهدا قفك أفرتن كطافي أما دائدة دح قلي تاسوا حق اللقاء استلاحا لكن وحوين من بلغ رتبة أهل الفضل ولو سبيا شيخ وحالي رضا قفك جاره
رتبة أهل الفضل ذاتك أهل الفضل قد درجته ذا وحوين أم علمي وكجارة أما سي وحوين رئاسك له وحلو لي الشيخ القبيلة اللي يدل ربه وضاق قبيلة ذا وحوين مسؤولك كا ونبضنك الشيخ القبيلة عرفت ويرا هذان ومركا مركز علمي لقى هذا المي وإسك استلاحة عام كا لكن واحد استلاحية خاصة صيدا مصطلح حديث مركز اللي جوه الشيخ اللي يرا هذو مركز معناها اللي ورجده ومعناه كله استلاح خاص ويكاس يقول الشيخ الشيخ وحول الشيخ آل إمام إمامك إمام وحل رمن يقتدى به قفك اللغة ضيضه أما الشرح اللغة ضيضه وحوين أما خير اللغة ضيضه لبدا بقرآن كريمك ويكسى أروري أيضا خير اللغة ضينا إلهي وإن سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم إسحاق يعقوب لوط مركا لا يوجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا إلى وحول روحا كي يلنا أئمة اللغة ضيضه أوضتك هنونية فرعون إيو ملائيسين إلهي وحكوير وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار waxaan ka dhignay aaymo dadka naarta ugu yeera marka waxa weeyaan imaam ka waasiyasa tartiida ibadu rahmaan ku xay ku duceystaan wajcalna lil muttaqina imama marka waan sidaas ilaahayna uu yiri subhanahu wa ta'ala faqatilu a'immatal kufr galada imaam yalkuda la dagaalama marka waxa weeyaan ahadka lagu daydo ayaa la yiraahdaa imaam ama sharra looga daydo ama khayra looga daydo yaqulu shaykhu shaqi wuxuu leeyahay shaqi al imaam imaam ka shaqi al alim alim ka عالمك وحوين كل من اتصف بالعلم ولو كان مبتدئا في الطلب قفك علمك أن كسي فايصا بلو بحيسك هذا ويان وان علمك يمسلو عالمك يهي لبو عالمك يهي صدف عالمك يمسلو يقان وأسوغا شيخي العلام علم بدناها علام وحوين كثير العلم أيان لو لجي ذا ومبالغة وحوين وحيرا قلت من الدقاض وحا لو لجي ذا من حاز المعقول والمنقول قف وحويان أروريي أو كوبي وحويان علمي أو عقلي كل سنة علم المنطقة هي فلسفة هي علوم أو نقل يده علوم الكتاب والسنة هي وما يتفرع عنهما لكن هذا مخلوق كوبي أو كل وحاس كوبي أو وحويان وحد الفهم كرم أهن على كل هالعلامة وحويان عربي فصيحة وحلولة كذا كثير العلم قف علمي بدن شيخ العلامة علم بدناها شيخ قاسو وحيد دهره وقت جيسا كلين نقضي وفريد عصر وقت جيسا كلين نقضي وحيد إيو فريد نواز كوميد دهري عصر نواز كوميد وحلو رجيدا ان وقت جيسي أيو كتف الرديدات كيكو وقت جيسا هايو وحوين او سفاداس علم جاهو ديرات كاها أيو ياشي او داد كي وقت جيسا جوغو بلد كيسا جوغو أيو او علم بدنا والله أعلم إلهي او مقعيسان وحالي روا شيق شرح لما كشيقان وحالي روا مقعيسا محمد ابن أحمد ابن الشيخ بدر الدين وحكوه دماء سيريا علامة البقري حاشيه ابن أحمد ابن الشيخ بدر الدين الدمشق الأصلي وأصل كيسا والدمشق يكون شيء كدبنا المصري وحوين الشافعي رحمه الله تعالى وحالي دالي بشد القاعدة أفر مركيهات سنده يشريادو مركيهات لباتن يليح يسيديد بغل سيديد بغل لباتن يليح معناها سنة 26 و800 سيدات بقلا وعتن يلي قاهرة الغدالي الكاسو كبر باري الكاسو علمي ككبر تي إلى أوضت بدن كسر مري علوم تا مؤلفات دوره لي فرائد كي غير كود وكتاب كانوا كم ديها شرحانو وكم ديها شذور ذهب كأوليه ابن هشام شرح صاري قتل الندها شرح صاري توضيح شرح صاري ستح ضب ابن هشام أيا إسكالي رحمه الله محمد ابن محمد السبد المارديني مارديني gabadhii soo dhashay sibdiga wiilka gabadhaadu dhashay leeyahay sibdiga maardiiniga laftirkiisana xaashiyatul baqariga ayaa wuxuu yiri waxa la yiraahdaa asheeq jamaluddin abdullah ibn khalil ibn yusuf ibn abdullah al-maardini nisbatan li jam' al-maardin maardin masajid ka jam'a ayaa loo nisbay ama se li baldatin min biladil ajam marka mustafa dib al-buqa wa al-muasira wuxuu leeyahay بلدة ماردين من تركيا المقابلة لمدينة قامش على الحدود السورية الشمالية مركوا مجال تركيا كطالة وقويقة وحوية حدود السورية كطالة مجال هذا سمرك الله نسبي ماردين مركا صبد الماردين وحوية وحوية شيخ شرح اسكاله وهي ماردين قنوه وشيخ اسعان شيخنا جمال الدين عبد الله بن خليل سيبد المارديني مارديني قبردي سيدا شيء فصح الله الله واسعيه في مدتي سوحو يري شيقي الحمد أمان وناكسان دمان تدلي الله يسونا تالله
ayay u sugnatay rabbil alamin aalamyal ko dhan maaligooda u sugnatay ka bedelo ama ku bayaane wal aaqibatu iribta dambo wanaagsan lil muttaqina dadka alla ka baqay u sugnatay wal aaqibatu iribta dambo wanaagsan lil muttaqina dadka alla ka baqay ku sugnatay oo xifdi adduunyada iyo faws iyo guul aakhira ah ayay ugu sugnatay muttaqinta muttaqintana waxa weeyaan waa dadka jakulansaday fi'lul waajibaat iyo tarkul manhiyaatka waajibaadka waxyaalihii la amrayna la yimid ee sameeyay in manhiyaadka laga reebayna ka fogaaday wa salaatu amaan iyo wa salaamu nabadgelyo ala sayyidina sayyidkeenni korkiisa ahaadeen muhammadin ee muhammad ah sayyidil mursaliina intii la soo diray sayyidkooda ah wa ala aali ehelkiisa korkooda ahaadeen wa saxbii asxaabtiisa korkooda ahaadeen أجمعين دمانتود على سيدنا ناد وحي الله منايدا ولد الآدم أما الناس تاسنا حديث تاع الدين إذا وحويان حديث كالترمذي إيا غير كيس أي وريان نبيك وحاسوان إنو يري صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر معنى التقيامها وحانا هاي بنو آدم كسيد كيس ابن آدم ودان سيد كودي أيانا فخرنا ما هاني و xuquun sharciye oo nabigu soo gaarsiinay ummado ilaahi soo gaar inuu soo gaarsiiyo amray in lafdiga bukhari iyo muslim uu leeyahay ana sayyidun nas dadka sayidkooda ayana marka naadu marka sayidka saasan u xilineyna ala sayidina sayidkeenni adan dadkana naaskana ama banu aadankana ay korkiisa ahaad muhammadin ah sayidna waxa weeyaan basharka waa lagu idlaaqi kara banu aadanka laakiin waa in la idaafeeyo ama idaafada laga daayo alma aan la gelin labadaasba waa lagu ishaaray makhluuq ايضا الا جلين قران كريم كالهي وحو كو اشاراي وحو كو مغعابن ولا جيدا نبي الله يحيى وسيدا وحصورا والنبي من الصالحين نبي الله يحيى الهي اساس كو مغعابي ان ايدو لا اضافيهينا نبي صلى الله عليه وسلم من معلو وكيل قوموا الى سيدكم قوموا الى سيدكم اي مدان او نبي يقول انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر اي انا سيد الناس marka kulli hadii la idaafeeyana waa lagu tilmaami kara makhluuq sayid hadii wax weeye aan la idaafeyn alna aan la gelin waa lagu tilmaami kara laakin al marka la galiyo ma banaa al marka la galiyo ma banaa taas waxa ku tusay hadiiskii saxiixa ay nabiga sallallahu alayhi wasallam markii uu ku yiraahdeen saxaabada qabal anta sayyiduna wa afdaluna fadlan wa a'damuna tawlan oo nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam as-sayyidu huwa allah as-sayyid arugu galshay nabigu markaas uu yiri as-sayyidu هو الله سيد الله قولوا بقولكم او ببعض قولكم مركا مثلا ذا سنو براروجيش محمد صالح عثيمين شرح عقيده الواسطيه يقول ما كرنا سداسو كلام براروجيه على سيدنا سيد كان كركي سها هادن امان يو نبدغلي محمد بن اه سيد المرسلين مرسلين تا سيد كودا يو والنبيين نبيالكبا نبيالك يس يا مرسلين تا دمان waxa weyn sayid koodu yahay haddii sayidu naas ila hadiiska sidaas weeye naas ka inay kamid yihiin nabiyaadku marka mursaliinta iyo nabiyaalka dhamaantood mideeda kale haduu sayid u yahay mursaliinta nabiyaalkana waa min baabil awla wa min baabil awla illa waxa si fadl badan rusushe wa ala ali nabiga ehladiisa korkoodana amaan iyo nabadgelyo ha ahaato wa sahbihi nabiga asxaabtiisana naxariis iyo nabadgelyo korkooda ha ahaato mise amaan iyo nabadgelyo korkooda ha ahaato jacayl dhammaan marka saxbi lafdiga ah waxa weeyaan inda siiba weeyi waa ismu jamac li saxabi ismu jamac weeyi laakin ardagisi akhfash saciid ibn saciid asa wuxuu yiraahdaa waa jamac ma ahan ismu jamac ee waa jamac caadi ah jamac taksiira ajmacayna dhammaantood ama baadu intaas ka gadaal fa hada kan hada halkaa lagu ishaarin alfaadana lagu ishaarin lafdiga kitaabkan oo sharxa lafdiga lagu ishaare adigu todoba ayaa ku banaanu leeyahay baqarigu waxaan ugu fiicanna in alfaada lagu ishaaro bimaana lafdiga kitaabkan aan sharxayo sharxiisa uu ku ishaaray Mardini Sibdul Mardini sharaxa uu saarayo ku ishaare fa hada kitaabkan aan saaraya mad nadmiga sharxun wa sharax sharaxa soo ladifun qiraya aad xajmigiisu u yar yahay sharaxa soo muqtasarun la soo gaabiyay تصرك عليه بقربه وحوى ما قل لفظه سواء كثر معناه ام لا مختصر مرك اللي يرهدو وحوى وان لفظه ويري مركز اما معناه هبطناه اما هيره لكن لفظه انه يريها ان لهما كتاب كاس مختصر لسو غابي الفات كوبان له مركا حد لي لطيف هدان كو فسرن معنيه اها وقري يري وحجم يساير مختصر هو اسك تاكيد صفاته هو اسك معنى الا نقنيا
شرحا سو على المقدمه المقدمه دي كركيد اهادي على المقدمه سيده اوغو في حمل البقري هو ان مقدمه لله دالك لهوس ديقو او ليرهدا من قدمه او متعديه لغا كين ايا لغا كين سببته امرك waxaa weeyaan muqaddimada sababtay u fiicantay in la hoos dhigana waxaa weeyaan li annaha muqaddimatun man fahimaha ala ghayrihi sababto ah waxaa weeyaan qofka muqaddimada aan fahma dadkii ku daad aha ama waalkiis aha ama ku facda aha ama ay isla ekaayeen ama ay ilmiga isku mar soo bilaabeen ayay ka sar marinayda muqaddimada qofka fahma marka sharaxa soo cala muqaddimada muqaddimadii korkeeda ahaday muqaddimada al musammaat lagu magacaabay bir rahbiya halkaas waxaan ku tilmaamayna matniga oo natmiga ah sheekha iskale magciisi halkaas uu bakhari ku sheegay al musammaat bir rahbiya wuxuu yiri allati lil imam abi abdullah muhammad ibn ali ibn muhammad ibn husayn ar rahbi al ma'ruf ibn muwaffaq ad-din waxa weeyaan waxa iska leh natmiga oo gabayga ah al-imam abi abdullah wa kunyadiisa magciisana waa muhammad ibn ali ibn muhammad ibn husayn ar-rahbi al-ma'ruf ibn muwaffaq ad-din loo yaqaan waxa loo nisbeeyaa rahbada waa magaalo sham ku taala mustafa dib al-buqa oo muasir ah wuxuu yiri hadda waxa la yaqaan mid lagu magacaabo ruhayba oo tasqir in la tasqiriyo ayaa la yaqaan marka magaaladaas loo nisbeeyo magciisana waa kaasa sheekh natmiga iska leh مقدمات في علم الفرائض علم الفرائض كحدي ساهاتي علم الفرائض فرائض وجمع فريضة معنيه إذا نوا فريضة بمعنى مفروضة شيء لقدري شيء لقدري حيا لي وحوين حالك وحوين سهام مقدرها كجرتة أبا انت صلى سيو دي عرول جوك تيسن جوك انت صلى سيو ويدا انت صلى سيو سهام مقدر أيها كجرتة سأسدرت إذا وحوين مركا ده حالك نوان أكيد دون ماهي فرائض waxa loo qaybi doonaa asxaabul furuud iyo ahlu taqsiim marka waxa la iska qalbay asxaabul furuudki maadaama waxa wan asxaabul furuudku waxa way ashyaa muqaddar ah oo go'an ay leeyihiin marka faraa'id kama kama halkaas laga soo qaatayo waa sihamta muqaddarka oo ilaahay u yiri hebel inta salaas inta hebel la soo ilmu faraa'id marka waa ku ilmu faraa'id marka laba shay kulmiya ama saddex laba shay culimadu badan yihiin waxa way fiqul mawaarith hantidi laga tagay dhalkooda baqariga ku dhigay waxa weyn hantidi meedku ka tagay dhalkiisa iyo fiqirgiisa waa masalo iyo waa ilmu hisaab iyo ilmiga hisaabta al musilu li ma'rifati ma yakhusu kulli haqqin haqqahu min at-tariqa ilmiga hisaabtu wuxuu faa'iideynaya waxa weeyaan wuxuu u qasisaa qof kasto xaq u leh hantidaas xaqiisi ilmiga hisaabta lagu gaara wadan hisaab la uu san qofkii waxba ka garan waxa weyn ma gara karo qab u qaybiyo hantidi laga tagay marka markasto ilmu faraa'id lagu yiraahdo labadaas looga hadlin labadaas ayaa looga hadlin waxa weyn waxa weyn mawruuthki maalki la dhaxlaayay oo laga tagay qaabka loo kala leeyay sida loo kala leeyay iyo ilmiga hisaabta oo ku gaarsii la qof walba qadarka u leeyahay inaad siido waxa ay baad culimada ku daran ilmu ansaar nasab ilmigiis oo waxa weeyaan arintaasna muhiim waxay u tahay marka aad xukunka inaad fulido rabto oo aad xukumeeydo midala lagu keeno qadiyad qof dhintay oo lagu yiraahay qofkan saar dhintay hadaan nasab ka fahmaynin ma qeexartaa inaad qaybto sababtoo ah uu ka tagay adleed uu ka tagay markaas waxa lagu leeyahay wuxuu ka tagay ibni ama se binti ama se ukhta waa inaad garataa qofka uu ka tagay oo lagu leeyahay uu ka tagay iyo meedka waxa weeyaan manaasibada ka dhaxayda xagga nasabka dad badan aan xataa aqoonin oo waxa weeyaan qaab kale u sheegaya marka waa inaad ogaato qofkan uu ka dadka uu ka tagay wax isku yihiin masaga dhalay ma la dhasheen ma iyagaa dhaleen ma adeer u yihiin marka cilmi nasabna sidaasuu asna muhiim ugu yahay sidaas ayan ugu daran bacda culama muqaddimada soo cala fi cilmi alfaraa'id ilmu alfaraa'id kan xidhi saahatay wa huwa iska soo qadaro naficanta khabaran ka dhigayna mubtada soo qadarina wa huwa sharahana naafi'un wa mid anfa'aya in sha Allah ilayhi hadu doona ta'ala Allah wa sarreeyahi waxay culimadu diidan ta'ala Allah sarreeyi in layla oo qaab ducaaya jumla ducaaya camal laga dhigo ilaa mamnuu Allah u ducaynaa inaad tiraa marka waxa weeyaan in waxa laga dhigana khabar aad waxa la leeyahay Allah wa sarreeya oo ducaaya inaysan kaaga ekaana la rabo qaala wuxuu yiri
waxaan galayna marka natmigii umadnigii ayaan marka bilaabayna قال وحير ابي عبد الله محمد بن علي بن محمد وهي شيخ متن قالها اول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما انعم حمدا به يجلو عن القلب العمى اول ما الذي كان ابو هريه اول ما الذي كان ابو هريه نستفتح ان كفر فرنا المقال اراهدا حاصل وامد كسو حاصل يا بذكر حمد ربنا ربك ان مهدنتيسا شيغديدا تعالى ربي واسرياه فالحمد مهات لله امس فالحمد امان وناكسن لله الله يوسقناضي على ما انعم على انعام نعمتي سن اوو سغناضي حمدا مهدين حمدغا سو يجلو الله او كفيديو به حمدغا عن القلب قلبك اوو فيديو العمى ان الانت ee intaanan marka natmigaas bilaabin waxa jira waxyaalo muhiim u ah xalka een oo matnigana aan noogu iimaaneen marka xaashiyatu bukhariigan ka faa'iideysanayna een xalka wuxuu leeyahay arkaan wuxuu leeyahay shuruud wuxuu leeyahay asbaab iyo mawaani' waana muhiim marka asbaabta iyo mawaani'da matniga noogu iimaanaya waxaan halkan marka uga faa'iideysanayna arkaanta inaan si hormarino iyo shuruudda labadaasna bukhariigan halkan ka qaadanayna een bakhariga uu sheegay waa xuriir waa mowduuc ilmu faraa'id ka mowduuc is atarkaad wey xiyaalihi meedku ka tagay marka arkaanta uu sheegay arkaanta irthiga waa saddex waa saddex muwarith midka waxa xalsiinay waa meedka dhintay qofkan ila nool hantidan waxa siiyay qofkan dhintay sababtiis uu ku hel hadan qofkan dhimanahay ma uusan helin maalka muwarith marka waa meedki waa rugni hadan qof dhiman haday dhaxal ma yimaado meesha وارث مثل واحد حليا وامثل نول او هانتيدي قفكي دنتي قادناي وحق موروث اي حق لا دخلاي وا مالكي ميدكو كتغي اركانتيس وا سدخ داس او اسكا فودو ديتاس وها وين مورث وارث اي حق موروث وها كلو مهم لكن شروطه وشروطه ثلاثه شروط روا سدخ تحقق موت المورث midka wax dhalsiinaya geeridiisa in xaqiiqowdo aw ilhaquhu bil mauta hukman aw taqdiran wa in xaqiiqowdo qofki waa dhintay waa la aasay waa qabriga la dhigay waa loo jeeda waa ko aw huq ilhaquhu bil mauta hukman ama hukun haana waxa lagu haleeshiyay kuwa dhintay maxaa loo jeeda taas waa mafquudki qof la waayay hantii u lahaa qabdu qabay waxa weyn ama qama dhama qabina durrado hantii u lahaa mudda la joogay qaadiga loogey qaadigi waa baaray imaraad badan iyo calaamadii uu fiirfiiriyay wuxuu xukumay qofkaas waa dhin khalas xuguna lagu helay sheekuu waa dhintay wala dakhla qofkaas markaa wala dakhla taasna waa mas'alada kale aw taqdiran ama taqdiira lagu helay shee taqdiran asaa ku fasiro fil janini al munfasil bi jinayati ala ummihi tujibu al ghurwa waxa weeyaan waa urjifki taas cunugi caloosha ku jiray oo waxa weeyaan hooyadiis inta nabar lagu dhiftay ilmi soo dhaceen nabarkaasna ay ka waajibtay qurre qurrada waa adoon ama adoon hadii adoon iyo adoon hadda lama hayeena waa ushru diyat ummi arurkan aloosha ku jiray hooyadiis diyadeed iyo toban loo dhigay meeshii dhow marka hooyo diyadeed waa maxay gabar muslimada hadday xor tahay miisaal ka soo qaad waa konton halaad toban u dhig waa shan halaad marka waxa weeyaan shan halaad ayaa laga rabaa qof alla qofkii gabar xor ah oo uur leenta nabar ku dhifto caruur makhluuqa oo abuuran uu ka soo dhaco marka caruurkaas waa la dhaxla wax kalena lagama dhaxlo oo asaga wax kalena lagama dhaxlo waxa laga dhaxlaa quradii diyadii oo shantii halaad ayaa laga dhaxla hanti kale ma yeesho asagu hayalay si kale to nolol looguma sugin marka quradaas oo shanta halaada waa laga dhaxlaa maxaa la leeyahay waa dhintay alaley waxa laga soo qaada inuu noolaa oo uu dhintay marka taqdiirana lagu heleeshay marka ay leeyihiin aw ilhaaqu bil mauta hukman waxa loo jeedaa mafquudka aw taqdiirana waxa loo jeedaa janinka sagaana xashitu bakhariga sidaas kuugu cadeeyay halkaas waxaan maraynaa waa shartigii koobaad qofka la dhaxlaya waa inuu dhintay xaqiiqa ahaan ama si xugun ahaan loo heleeshiyay ama taqdiir ahaan shartiga labaad waxa weeyaan taxaququ حياة الوارث حياة مستقرة بعد موت المورث متك وحدحليا وإنو نولال سوغان كنوليا هاي مركا متك لا دحليا دنتي كدي
مسألة مهمة ويتم وحينا وحبذا أي قصيدة أنت كوي ما أنت وحوي انتك اسكم مالك انتهى حسين الأولي كتابك آخر كيسوكو كين دونا وإن يموت قوم بهدم أو غرق هذي قوم كل انتان لسمة دمي أما سوحوي ان بضى يكون ما شو دونا انت اسلك كوران أي دون تكو هذا مادي أو حديث عمل جميع أما بعد ذلك وحوي المدفع كفر يستوك له بعد ذلك أما قارية اللي رغم ذي بعد ذلك لو دمان عميمتي كالحرب قبشوك لوي ساسو دي دونا وحوليه ولم يكن يعلم حال السابق من الأوغا ميتك نفت كهر بعضي من الأوغا ميتك نفت كهر بعضي فلا تورث زاهقا عن زاهق قولي دونا ميت لنتي دحالة كسين مثلا حلو لك إذا ويلي أبيهيس أما سي ويلي عرورتيس أما هويا يعرورتي ذا هل قاري ولا راحي قاري وير رغم ذي gaariga marku rukmaday waxa weeyaan gaariga marku rukmaday waa dhinteen markay dhinteen waxa dhacda saddex meedo waa dhacda isku mar in naftu ka wada dhacdo inay hooyadu dambeeyday in abuhu dambeeyay in abuurtu dambeeyday kulli waa dhici karta laakiin lama ogaa mar hadaan la kala ogeyn waxa weeye khalas la kala dhalsiin ma waxa maxay yar shardi ya laa iyo shuruudi dhalsiinto waxa shardi ya mid dhalaya إن الله هوبي إنه نورا كان كلام ربك إنتي لكن مثلا فيه باب كيسة نوعي ما تنتهي هذي قارج اللي رجمة دي هو يدي النفط كان عليه ولا سود دول استهدي عرورة نور حياة مستقرة نوري كذب أبو مارين أما قلب كذب وسكدين والله دحلسين عرورة هو يدي ونحلا هنتي ده سوكان حلا كذب دب أسأل الله يصير نحلا حياة حياة مستقرة أيها كسب من بعد موت المورث ما كوا شرط هذي مارك الله الأوجه سمر إني دنتينكم iya hadii loo qowaayo ki hor dhintay labadaas goorba la dhalsiin wa taasna waa shardiga labaad shardiga saddexaad oo il haqu bil ahyaa hukman kal hamli oo kale waxa weeyaan waa in mid ka markuu dhimanayo waxaan idii xaqiiq ahaan waaris u nuli ama xugun ahaan marka waa labadii leftirkoodi asagu wuxuu ku mid tahay bakhari hamliga oo kale laakiin mafquudkiina waa lama midalan qof ha dhintay qofki markuu dhintay islaan uu lahaa ninki midalan ninu aha islaan uu lahaa islaantii uu raayleeyba urkaas walow hal habeen baa ahaa wala dhalsiina hatta waxaan la ogeyn inuu san noolayn inuu ko hal habeen calooshu ku jiro ama laba habeen ama shan habeen xugun ahaan waxa la leeyahay maadaama uu asaga ka haray khalas waxa noola uu dara wala dhalsiina xugman ahaan waxa la mid ah mafquudki qof aad dhintay dadkii warathadiisa ahaa qof hore loo waayay jirortiis la waayay laakiin ولي قاضي محق من انه دنتي اسنا ولا دحسينا بحلال سينا وانا ما دونت اسنا باب ولي مركا وحا لا ربا حياته مستقره انه ليه حقيقه او حكما حكما وحان الى وحا لولا جيده وحملقي هي مفقودك شرط دي صدحات ويختص بالقضاء كان وحا غوري لا هو مركا وحا كل حكميه او لو كان قضيه دي حكمك ريدي كربتو مركا سي غوني كو سي قسيدا وحاي تهي العلم بالجهه التي بها الارث وإن لا أجدوا دينع وحكت حلا يقف كام ميت كواحد وياه وي على قدر ميت كلام أحياء ما ابنية ما أو ميت كي يطلع ما أبا ما أم أ ما أخا شهادة وإن له أجد هدان شهادة الأجد ما تحلقها مزوجة صدق على شرطنا وشروطه أو وحويان أو حلك وشروطه أو حلك وي وشروطه حلك marka halkaas waxaan uga gudbaynaa in arkaantii irsiga ama dhalka iyo shuruudii dhalka in asbaabta iyo mawaanicdana asaga ayaa noo keenay doona insha Allah awwalu ma nastaftihu almaqala bi dhikri hamdi rabbina ta'ala falhamdu lillahi ala ma an'ama hamdan bihi yajlu an alqalbi alama awwalu ma alladhi kan ugu horeeyay shay kan ugu horeeya نستفتح المقالة وراهد أن كفر فرانين هذا الكوحن كفر فران وحوه الرئي حاصل وخوكس وحاصلية بذكر حمد ربنا ربكين مهدين تيس شيء جديد تعالى رب واصر رئيه فالحمد أمان ونكسن لله الله يؤسق ناضي حمد وأمان ونكسن لله الله يؤسق ناضي على ما أنعم أي على إنعامه النمعينتي سأيقصه نار منعم به موسى الشيء شيء يقول نمعي حيلا لما تريك ركاس
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مركا نمعين تو نمعي أو مخلوقي سو نمعي تاسو أصونا حمدا أمانا يا أصوناتي حمد جاسو يجلو الله وفيديو فعلك يجلو ضمير كده حلو عن الله حمد جاسو يجلو الله وفيديو به بسبب الحمد حمد لسبب تيس عن القلب قلب حجس العمى إن الأنت وكفيديو إلا قلب واقن دبيلا فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب اللطيف في الصدور سيد الله يري مركا وغلية الشيخ وحاور يا أنكو ففرينا وحي طائنا شاكنا ربي جين إنا أمانو أم أو أنكو أمانو وحاوين أمانتي نهروك شاكي وبلن قادة وحويري فالحمد لله على ما أنعم حمدك والثناء باللسان على الجميل الاختياري أمان أو عربك لغا أمانو وراغنا وحلو أمانو أو اختياريك لكن شكرك وفعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب الإنعام على الشاكر أو غيره قولا وعملا واعتقادا وهو ينشكر وحل رضا فعل كورمية وينين لو وينين أيو أحد كنم أيي سببت أقولن أيي درت هذا لو وينين أو أقولن أيي كان كل شكرنا أما غير كيس فعل كاس وحنا قكر فعل كدر وكعم سيكي أو جوارح قول هاهاب أما عمل هاهاب أما اعتقاد هاهاب هل كاس مركع علماء وحي رهدان إن حمدك إيو شكرك مركع لغا إيو حق موردك ماشي أي كسو أروران أي كسو فلان وحا عمسان شكري سبب طوء قفك مركو الله أمن أيو قلبك قرد أو كقر أيو إن عام كاس إلهي أو الله منحنك أو كوينين أي قلبك وشكري إلهي نعمتي أوسيه يو عافماتك إي عقلك إي علمك ضاعة اللقوء أديك سنة يا مالك ضاعة اللقوء أديك سنة يا مقعي يا سمعدي ألا سيه ضاعة اللقوء أديك سنة يا نمعدي ألا كوسيه ضاعة اللقوء إنا دو أديك ستانا وشكر أفكا إنا ترى الحمد لله إلهي باكم مهات سن نمعدا أوسيه إنا وشكر مركا شكرك موردك اسمحون نقضي صدي وقلبك يو عربك يو جوارح دي لكن حمدك موردك سوامحي وهاللسان كبس هل كاس مركا وحا عامسان شكري لكن حقا متعلقا وحا عامسان حمدك سببتو حمدك النعمة اللغو سيئين وكو تعلقا ووالغا مهديا إلهي صفات ديسا ووحوين أن متعديد أهين والغو أمانا إله إنو عال على عرش يهي إنو أول يهي إنو آخر يهي إنو يهي كل صفات ديسا وأن متعديد أهين أيضا والغو أمانا إله سبحانه وتعالى oo amaanta wax weyn sifada ilaahay ee tirada badan ee aan ahayn mutaaddiyada iyo midda mutaaddiyada labadaba ilaahay waa lagu amaanaa marka xamdigu marka xaga mutaallaqa waa aan laakiin wuxuu ka qasan yahay shukriga xaga mawridka sharaha sibdul mardin asaga kitabku sharaxay marka matniga uu iska laqbaynayna aqulu waxaan leeyahay uu yiri sibdul mardin iftataha wu furfurtay musannifka هذه الأرجوزة بحر الرجس كان أرجوزة هو نطمقة وكسع هذا بحر من بحور الشعر كميتها هو بحر الرجس لينا مركز ويري أقول وعن لها افتتح وفرفرتي مصنفك هذه الأرجوزة أرجوزة بسم الله الرحمن الرحيم وكفر فرت هل كاس مركز والغو عارضة وقال لها بقاري اعترض على شارحي بأن المصنفة لم يذكر البسملة بسملة ما شيئين قبل يقول الله وضي أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد حمد يكب الله مركز آوي بسمك ساسلو عارضي مركز أولي وحلو قتشو اعتراض كاس مركز أولي بذكر حمد ربنا بذكر الحمد ذكر كاس أي عام أي ذكر كان مركز بسم يحمد الله بسوك لي هل كاس كنبا أقولو إلو اللوك لوكو هل كاس أي اللوك لوكي كرا سيداس وي وحكى له شيغي وحيري او امن المصنف اتى بالمصمله لفظا وبالحمد لله خطا وحكى له دحي كارتا مركو مصنفك بالله باي نطمق بسم الله الرحمن الرحيم انه نط او دواقي لكن قرالك والحمد لله قبل الله لكن تاس واحد ديده يا هلك ميشا كو قرر وحكى له افتتح هذه الارجوزه ارجوزه الا بسمك بحر رجس ما هي مركا على كل حال جوابت هره او رو ان لوغه جوابو لا يراهدو ان ذكر جاس ايا بسمك معناها مسو غلي
أقول وحن لا يفتتح وكفر فرطي مصنفكو هذه الأرجوزة أرجوزة ذان ببسم الله الرحمن الرحيم أيو كفر فرطي ثم بالحمدلة أيو كفر فرطي وبسن كان نطقا وكفر فرطي حمدلة ذان خطا وقرالا ثم بالحمد مهدين وكفر فرطي لله الله مهدين أيو سبحانه نستهناي تأصيا دايشد دراد دي وكفر فرطي بالكتاب كتابك وكو ضيان أيو كتابك العزيز الغالب كتابك عزيزك غالبك حجدي سو غالبك تهي كتابك سو كود ديني وكتابك قرآنك حيلا كتابك قرآنك بسن أيا لغو بلاوضي حمدنا ولغو حج بسن أيا الله كو بلاوضي حمدنا ألا وكو حج ومراده مراد المصنف مصنف كو جيدي سا بالاستفتاح أولي جيدو مرك أولي يهي وحويان أول ما نستفتحه ومراده مراد المصنف مصنف كوجهدي سا بالاستفتاح اولجهدا الابتداء بلا بشوي اول ما نبتدي اولجهدا والمقالم لفظاس مقال اي لغه هانو ما قال و هو يري مصدر قال مستر كيدي وي قال يقول مضارع وي والالف الف تا او فيه المقال بحيدا كسغن للاطلاق يسمعتو شيكه دراديس يقال اللغه العربيه وحل لدا قال هو يري يقول ودها قولا دهيد ومقالا دهين وقولا دهيد ومقالا دهيد ومستر كده انت اسكو يمادو قولا يا مقالا يا قولا يا مقالا والرب لفظ غاس اه الا متن و هو اها اول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا رب غاس فسير والرب لفظ غاس رب اسم ومغ مغ عاصو من اسمائه الله مغ عيالك سكمله تعالى الله واسريه ولا يقال لمن يرهدو لغيره الله غير كيس يعني الرب ولا يقال لمن يرهدو يعني الرب لفظ الرب لغيره الله غير كيس لمن يرهدو الا مضافا حاله وياي ما مثل اضافيه حاله داس لا يرهدو او waxaa ween rabbiga hadii la idaafayo waa makhluuq waa la yiraahdo waxa la leeyahay rabbul ibil ninka geela leh rabbul bayti guriga ninka iska leh rabbul usra qoyska ma lahdood laakiin الرب oo sidaas ah oo la idaafayn مالا دي كارو الله غير كيس اما رب العالمين دي لاي رادانا هدي الله يعينه وديبه اضافاتها سلفت الكيود وتعالى الله واسر رياه اي وتعالى ايو فصيل المارك امتنا يكو جيرتي اي ارتفع الهي واكرن قضي وي ارتفع الهي واكرن قضي عما شيء ايو كارن قضي يقول ايليهين الجاحدون كو الهي ديليا علوا كارن قشو كبيرا اووي waxa ku ilaahay diiday mulhidinta ay leeyeen allah waa ka sareeyo waa ka koreeyo ay macnuhu waxa weey marka awwalu ma shayga ugu horeeya oo nabta diu aan ku bilaabanayno al qawla hadalka fi hadhihi urjuzati bahru rajiskan dhixdiisan aan ku bilaabanayno haasiru wuxuu ku soo xasilaya bi dhikri hamdillah allah amantisa sheegideeda wal hamdu am hamdiguna هو الثناء وأمان على المحمود كان لما هدينا يلا أمانه بجميل صفاته صفاته سوى ونكسنا لغو أمانه والحمد أمان على النعمة لأجل النعمة النعمة درتت لغو أمانه واجب وواجب إلهي مركو نمعاكو السيو إنا وحوهيان كم هدينا وواجب مرادف وهو مرادف الحمد لله سبحانه وهو كم معنى يهل الشكر شكرك باللسان عرفك لك شكري وحنا يري شكرك قلبك انا وان نقضى افعاشا وان نقضى عرفك وان نقضى مركا مرمرا وحا ترادفية حمد لله شكرك وامحي ومركا الله أتكو أمانتو على نعمة عرفك أتكو أمانتو هل كاس مرا يسكو صور عيام يسكو مرنا يسكو ميدا ينقونا يا مرك شكري قلبك أتكو قير أيضا نمعضى الله وشكري الحمد ما إلا حمد وعربك كقار هاي أفعاش وضاعر إلهي أدو أديك سيدا نعمتك سيئي وشكري الحمد لما يراد إلهي صفات ديسة أو غير متعدية ذا إنا تكو أمانتا وحمد وشكري ما هل مري مركا إسوسو دعيان ومركا إن معاء لك سيئي أد عربك وأمانتا شكري واتا حمد واتا مركا ساسولي مركا سوء غيري والحمد مهدين على نعمة لأجل النعمة نعمه الالهي سيي درتيد لو امانو الله واجب وا واجب مرادف و خونا كو معنى يهي او فان غليا لشكر شكرك باللسان عرف الالهي لو شكريه
marka waajib waa waajib muraadif waana mid fangalay oo khabar baad khabar in laga iyo inaad mubtada soo qadarto labada ku ku soconaysa wal alif alifta oo fi an'ama ku sugan lil idlaqi usugnat wa qafiyada qabiga daradi wa hamdan hamdan lafdiga ah oo matniga ku jiray masdarun masdar weeye masdar ku muakkidun atkaynaya li aamilihi masdar kaas oo mansubun la kordhigay ala masdariyati masdarima lagu kordhigay wa yajlu lafdiga ah مبني وحا لو دسه للفاعل وفعل مسمى اي معناه هنا وحا ويه يذهب وتكسينيا وفاعله فاعل كاو يجلو ضمير ضمير ويه ضمير كا مستتر استرا ضمير كا سو راجع ولابانيا الى الله الله تعالى الله واسريا والعما العما لفظه اه مفعول مفعول ويه مفعول كا سو مقصور او مقصور او الف اي ودنبين العما ويه العمى يكتب وانا القرى بليا يا لو قرى حيل اصل كيديا يها marka يا لو قرى وهو عمونا فقد البصر وارق لوايو اي معنى وحا ويه حمدن مهدن حمدغا سو يذهب الله الا كو تكسينيو بي حمدغا عن القلب قلبك او تكسينيو العمى ان الانت وعم القلب قلبك ان بيلديسو هو الضار وامتك دبايا في الدين قفك دينتيس قفك دينتيس كاسا دبا وذلك كاس سوق الدر ملتبس و كو دهنياي بخلاف عمل بصري ان دها ارق بيلدود ان دها ما حتى ارق بيلان دين تو قفك دبي ما دين تو قفك دبي ما دبايدو بل واحد على شر بدن ان دو سو جيدان ان اوغا بدبادو ان اوغا بدبادو قال الله اله و حوري تعالى الله واسريه فانها ارنت وحوين ضمير القصه ليراده فانها ارنت وحوين لا تعمى ما ارق بيشو الابصار ارق يالك ولكن تعمى وحا ارق بيلا القلوب قلبي يالك التي قلبي يالك في صدور لابح كسوغان قلبي يالك مركا وطنها وي قلبك وانا ماشي عقلك كجيرو تاس ايا ان دبيشا قال وحوير الناظمك ثم الصلاه بعد والسلام على النبي دينه الاسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه ثم انتاس كقضال الصلاة أمام بعد ما تقدم من الحمد وحي صاهر مريكا قضال وحمد إيوه السلام نبت قليو على النبي نبي كركي سهادين نبي قاسو دينه دين كيسو الإسلام إسلام نبت قويه ثم انتاس كقضال الصلاة أمام بعد اي بعد ما تقدم وحي صاهر مريكا قضال ايوه السلام نبت قليو على النبي نبي كركي سهل هادين نبي قاسو دينه دين كيسو الاسلام اسلام نماذا اوياهاي حمدك مركو كسو قدو مركا صلقي وسو قدو صلقا معاني فدانا لغو فصيرا معناها اورا جحسان وامدك امام البخاري صحيحي ساو كسو اروريي او وحو ينثناؤه عند الملأ الاعلى الهي انو كو امانو ملايك تأكتود وقصاصنا أبو العلي أو التابعي أيها كفة سيرة تفسير كاس مركا ثم انتاس كاقضى الصلاة أمان بعد ما تقدم كي صهر مركا قضى الإيه والسلام النبي قليو على النبي نبي كوركي ساهدين نبي قاسو الدين هدين كي سؤال السلام والسلام نبي قويه محمد دين ساس أقو بياننا سابتو أن نبي قا مركو كليه الدين كي سؤال السلام قويه لقما فهم أيها النبي يالكا كلي الدين كودو مستوى السلام تاسا لديدين اتكم فات مركا نبي كستب الدين كي سؤال نبي محمد دينك سوى إسلام هو سماكم المسلمين نبي القرآن دينك الإسلام وها نبي الله إبراهيم يا نبي الله إسماعيل رب أيقو توبة يدعي سنة وحيرا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلم إلهي وأنا كان الله مسلم أديك كوكا سنة قدك عرور تيدنا أمة مسلمة قدك نبي الله يوسف سيدا سوكالي وتوفني مسلمة إلهي أفسو أنا مسلم تسوير مركا نبيال كوردان دين تود اسلام نمايه الا اسلام كو استسلام يا انقياد لله مركا كل جود نبيال كا سداس اهاي على النبي كركي سادو نبي سو دينو على الاسلام ويهي محمد محمد كاسو خاتم الرسل ربه ربيجيس رسولشيس لوغو سو ختمي او لوغو سو افجاري اسغا ودمي خاتم هدي خاتم لرئيس فاعلنا وحوين ايضنا اسغا ختمي وي محمد محمد اما كبدل محمد كركيسا ها طعماني نبت قليو محمد كاسو خاتم الرسل ربي ربي جيس رسول شيسا متكي لغو سو قاتمي
رسوشنا لو قتيمي نبيالكنا لو قتيمي ولو قتيمي لكن لفظي قرانك ايا وحوين لفظي قاس ايور وملحسن ايها ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عفوا ها تاسا سدا ساسيف يعني الربا سدا سي عجبسن وحوين ان نبيالك خوغا شعرك درتيس او يله ما هني نبيال انو يله سببتو رسوشي ولا قتيمي iya nabiyalkii waa la qatimay waxa si xeel leh nabiyalkii lagu qatimay sababtoo ah diin nabiyalkii lagu qatimay wa nasay ku tahay in rusulshiina lagu qatimay haye rasuul aan nabi yahay majru rasuul aan nabi yahay majru marka nasay ku noqolay laakiin hadii la rusulshiina la qatimay kama laazim tahay nabiyalkii la qatimay marka sida quraanku ah tacbiirkiisa sidaas ayaa si fiican laakiin shicirka dirtiis ayuu sidaas u yeelay sidaas weeye وآله النبي إهل دي سنة محاريز أمان إيا نبدليو كركو ضها هاتو وآله النبي إهل دي سنة أمان إيا نبدليو كركو ضها هاتو آل كالنبي وحوى ينبنو هاشم ينبنو مطالب المؤمنين تأه إنك صغل ما ينبضونا كم إذا إيرا هذان آل كمقام الدعاء مهد دي لتشوغو نعم مقام الزكاة دي لتشوغو وابنو هاشم ينبنو مطالب المؤمنين تأه لكن هد دي لتشوغو مقام الدعاء ومؤمنين طوران لكن حديثك زيد بن أرقم إلى صحيح المسلم كصحيحها مركي آل النبي يوى إليري قل له ويديي وحوى ينوحو كرشيغي آل بيتك أولي بنو هاشم كيوتري بنو هاشم كا ووحو لآل جعفر إي آل عباس وكالاتو أيوتري مركا إن بنو مطلب كان نبي حديثك سيحدينا صلى الله عليه وسلم أو عديي إني سن بنو مطلب فاروقين بنو هاشم وحوى ينجاهرية دي إسلام كمدنبا إني سن كفاروقين marka aalu baytka sida hadiiskaas zayd ibn arqam sahih muslim ku cadeynayo wa banu hashim iyo banu muttalib way oo mu'miniin taah waxa loo duceyna wa ali nabiga ehladi sana amaan iyo nabadgelyo korkooda ahaato min badi nabiga ka gadaal wa sahbi ashaabti sana maharis iyo nabadgelyo korkooda ahaato ama amaan iyo nabadgelyo korkooda ahaato ahaato sahbi ana soo sheegnay lafdigaas in laba luqada culumada naxwareeda أي لبا اسكو قلافين وسيبا ويوحوليه هاي واسم جمع للصحابيين إن أخفشنا ويوحوليه هاي مي وجمع با شرح أقول وحن لي هاي ويري ثم انتاس كقضال بعد حمد الله إلهي أما انتيس كقضال تعالى الله واصر ياه أطا مصنف كويوحوليه إلهي مركم هدي كقضال بالصلاة أمان إيا والسلام النبت قليل لقوله إلهي قولك سدرتي دوليمت وآياتنا كعمل الفلي تعالى الله واصر إياه يا أيها الذين ضدك آمنوا حقرهم أيانو صلوا أمانا وكصلي صلوا كصلي عليه نبيك كركيس وصلموا سلاما تسليما سلامت وقال النبي نوح عليه الصلاة والسلام من صلى قفك كصلي علي كركيغا في كتاب كتاب حديثا كلا صليا او كتاب قرايه حديثا كلا صليا لم تزل الملائكه ملائكته كما سوشو تستغفر له دمي داف اني اطلبته ما دام اسمي مغعيغو انتو دائم كو يهي في ذلك الكتاب كتاب كسل حديث قفكي كو صليا اولي حديث كان كركيغا او كتاب قرايه حديثا كلا صليا كو دخ قرا malaa'iktu inay u dami dhaaf dalbayda ka suuli ma qafkaasu inta magacaygu kitaabkaas ku dhixiyay marka hadiiskaas uu ku amal falaay u leeyahay ayada ku filan oo amarkaas ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuu ku amal falaay musannifku sidaasuna ugu saliyay una salaame amma hadiiska hadiiskan waa dhaif jiddan bal in shaqnaas ibn albani mawduu ayuu ku tilmaamay dhaifu tarqib wa tarhiq dhaifu tarqib wa tarhiq وحلوا هذا الموضوع سلسلة حديث ضعيف أنا وضعيف جدا أيوه مركا ومن آد أوليتا مركا حديث كان سندها المسؤولنا لكن وحن نوقف لنا أيضا قرانية حديثة صحيحة مركا ضعيف الترغيب والترهيب أيوليا وموضوع هل كاسو كلي وقوله أولي مصنف كقول كيسا شارحه على النبي النبي كوركي سهاها طعماني نبت قريو النبي قاسو الدين هو الدين كيسو الإسلام إسلام كأوي يهي هول كسيداس او يري وهو النبي غاسونا نبينا نبي ني ويه محمد وهو النبي غاسونا نبينا نبي ني ويه محمد محمد خاتم الانبياء النبي قال لو قتيم يا ورسول الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى له هو يري ما كان محمد نبي محمد ما اهم
أبا أحد قف أبيهيس أحد كاسو من رجالكم رجينا كمت إلا هلو البنبي وما كان جاري رجالنا ورقا كان جار كاهل إلى هذا رقا كان جار كاهل إلى هذا ويلكيسي إبراهيم أصغى يرو صقير أيو دنتاي مركا رجينا هل مضو كمت أبيس معهم أما زيد هذا ما قيكي سأهاري سلادة مسلا دي طبعا نقال الولاد ده قال لما ولقو وحويان سلادة أس أيا وحويان إلهي وين سبحانه وتعالى كؤن فيه وكديده ما كان محمد محمد ما أهن الأباء أحد قف أبيس أحد كاسم من رجالكم رجينا كمذا ولكن رسول الله ولكن كان وحوى هذا رسول الله إله رسول كيسا وخاتم النبيين نبيالك كيلو قصو قتمي أيو أحا ويجوس وحا كبنان يرفي محمد الجر إن لا تشرو لبا كبنان إحرابات الجر إن لا تشرو على أنه بدل بدل إنو يهي بدل دي لربيان وكبنان من نبي لقى بدلو إيا ورف بدل بدل إنو يهي لقو تشرو من نبي لقى بدلو إيا ورف إن لقى دا كبنان على أنه محمد خبر لمبتدين خبر مبتدئ إنو يهي مبتدأ سو محدوف في الحدفي أي هو أي هو محذوف كاس محمد واي أي هو نبي قاصده أي هو نبي قاصو محمد واي أساس إن هو اللي سو قدره وقول المصنف كقول كسويرو وآله نبي إهلدي السنة أمالي أنا بدلي كركو ضاعت من بعد نبي كقذال وصاحبه نبي أصحابتي السنة نبدجلي هاها تو يا أمان أي ثم الصلاة تو أمان يا والسلام نبدجلي على النبي نبي كركي صاهدين صلى الله عليه وسلم وعلى آل إهلديس كركو دنها هادين وصحبي أصحابتي ساهادين وآل النبي إهلديس صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو هاشم إيو بنو المطلب وعلى الراجح قولك الراجح تنقبن على الراجح قولك الراجح عند الإمام إمام كي أكتي سنة الراجح كوا إمام كي الشافعي إيو الجمهور علماء معظم كودة وصحبه لفظك جمع صاحب ويو سأقول طريق أخفش ومرة جمع صاحب وي مضاف وحال لو اضافي الى ضميره النبي ضمير كيس وصاحبه نبي اصحابتي سالي صلى الله عليه وسلم ومفرده وحوين صاحب كان وجمع كله مفرد كيس صاحب وي او بمعنى صحابي وهو صحابنا وحال ليرا من لقي النبي النبي قف كل كلمي مؤمنا حال يهمت ما يسم به النبي او وما تكدنتي على الاسلام اسلام ما انا كدنتي او ان ريدوبينو ان ريدو كدما حتى ردوا هذي سواء كان بحكي شو أنت ردوبي وعويان وصلى بتوصل إسلامه وسحابي ولو بعد إسلامه يوصل نبي قبائل مركرو نبي عركي سحابي نما أصق ناطي سحابي نما أصق ناطي مركي سحابي نما أصق ناطي بعد النبي يردوبي إسلام كيو كصلى بت مركو صلى في كده من نبي قبائل مركز لفت سحابي نما أصق ناطي قولك واحد سيدي النساد أو حافظ من حجر وكو عدي يقول ما كان انا ميلا بدانا كلي كو عديان وانا قولك الراجحه وحين كل سنه المساله ده المساله ده اه قفكم هدو ردوه عملك يسمى مركز بريه ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر ما مركز ردوه عملك بريه ولو اشرك الله حبيت عنه ما كانوا يعملون لين اشركت لا يحبط عملك سيده الهي مركز وقفك ردوه ما مركز بريه ما سوح بريه مركو كدنت ridan oo midalan waxay ku midalayeen culimadu hadii uu xaj uu xajiyo xajatu islaam sawu muslim aha waar ridowe islaamki ku soo laabtay hadii la yiraahdo markuu rido amalka waa buray xajatu islaam ka hor waa ka buray hada laga rabo hadii la yiraahdo markii hore to uu ridowe isla markaas ridada uu ku dhacay amalkii ma burine waxa ay ku xiran yahay amalka buridiis inuu ridada ku dhintana xajatu islaamki laga ma rabo illa kuma dhiman waa ka soo laabtay qolka raajixana wuxuu aha in uu amalku u sanbureen haddu san ku dhiman qofka taas ila aayadaana qeyday aayadaha kale mudlaqay ahaayeen waman yartadid minkum an diinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaa kahbidad ahmar qofki marka ku dhinta amal isbure misalada misalada asay ku caafimaad salada sawasan oo sahabigan sahabil madu wa amal saliha oo wey qofki wa usugnaatay wa ridoobay wa salaatay sahabnadiisa usugnaan عمل كمبوري ساكو مدمان ساكو مدمان قال وحير ونسأل الله الله أيام وإديسان ونسأل الله لنا الله نووي دينينا الإعانة تكالمين ونسأل الله لنا الله نووي دينينا الإعانة تكالمين فيما شيء نوغو كالميو توخينا أن أقصدني هو من الإبانة عدين عن مذهب الإمام إمام كي مذهب كي صلى عديو زيد كبدلو زيد مذهب كي صلى عديو
إذ إلا كان وحوا هذي ذاك عضين تاسو من أهم الغرض قصد كشيء أقوم مهم سنيو هذا وحر نعظمك ونسأل الله الله وحن ويدي سنين لنا أنك نو ويدينينا ونفتنا ويدي سنين الإعانة تكالمين أو إلهي نعاوي نو كالميو فيما شين نو كالميو توخينا أن أقصدني أو من الإبانة عضين إن عضين نحن عضينينا عن مذهب الإمام إمام كي مذهب كيس العديو زيد مذهب كيس العديو كبدلو زيد مذهب كيس أما كوبياني زيد إمام كاس زيد كي الفردي زيد ابن ثابت من الضحاكوي الصحابية سكا كيري دون أبتلس كيس الفردي فرد كاللونس بي العالم بعلم الفرائد وي الفردي العالم بالفرائد علم فرائد كا عالم كوأها إذ إلا وين تعليل وين إذ لأنهم حيالي كان وحوا هذا ذاك المذكور فقالوا إشارة من الإبانة والتوخي أي اللو إشارة بخاري وكو إلين ضمائر تاس إذ إلا كان وحوا هذا ذاك عضين تاس إن لعضي مذهب كاس إيا إن لو قصد من أهم الغرض من أهم المقصد قصدك شيء أقوم مهم سنة كمت أقوله وحن لا يهيون شارحة التواقي بالخاء المعجمة الأخي القصد قصد كوي يقال وحل هذا فلان هبل يتوخى القصد يتوخى الحق حق أقصده يتوخى الحق حق أقصده إيه يقصده وأقصده والإبانة إبانتنا الإظهار وعدين والمذهب المذهب في الأصل حق أصلك في الأصل حق أصلك الطريق ووضضة ثم استعمل وحى الله استعمال في الأحكام أحكام الشرعية شحق اللون نسبية وغيرها غير كيد والإمام إمام هو الذي وامدك يقتدى به اللغة ضيضه وحكا استفاها اللغة ضيضه أحدك اللغة ضيضه أي إمام ليراد في أخوالي أخواشي صلى الله ضيضه وزيد زيدنا هو زيد بن ثابت زيد بن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ابن الضحاك ابن سعيد ابن خارجة الصحابي اي صحابك اها الانصاري اي انصاري قالوا نسبي من بني نجار وكمدها من اكابر علماء الصحابة علماء الصحابة هو وين ايو كمدها رضي الله عنهم الهي راضيها كانوا الصحابة ودامي والفردي فردي العالم بالفرائد وقفك ادو يقان وحويان فرائدك والغرض غرض القصد قصدك ليره هذا اي معنوه مركا وغن نقون ونسأل الله ألا ويديسينا سبحانه نستهناي والتعالى الله واصره سبحانه ألا نستهنده ونسأل الله ألا ويديسينا سبحانه ألا نسهديسان نستهيناه والتعالى الله واصره ياه الإعانة كالمين فيما شيء نوغو كالميه قصدناه أن أقصدني ومن الإظهار موچنة والكشف فيديت عن مذهب الإمام إمام كي مذهب كي صلى عديه لفيده زيد إمام كاسو رضي الله تعالى عنه الله راضيك نغض عنه حقيسي وأرضاه الله راليك ديجي لأن هذا عدين تاس لأن هذا الإظهار والكشف عدين تاس من أهم القصد وحل لو قصده كان مهم سنة كميتها فإنه شأنه لا يقيب مهوغو من سأله قفك الله وحوه ديسته قفك الله طوغا مهوغو قال تعالى إله وحيري واسأل الله ويديسته من فضله فضل جيسة وحكا مدى إلهي واحد ويديستان فضل جيسة يديق ديسة وحكا مدى نعمتي سمعناها قال بعض العلماء علماء قبل كود وحي إلى هذين لم يأمر الله ألم أمر بالمسألة ويديسك إلا ليحديه إنه سيوم هنا وحي إليه الله أمر كان أمره إليه واسأل الله وحي لك فهم بلنقاط حدد ويديسته ونسينا فاسم القرآن كسياسة يقول عطا هيبا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي آية ذكر رسالة صلى الله عليه وسلم مركة وحوية الله أدوه ويديسه هداد ويديسته وكسينا الله إسكا بكا أمرين إيو توقتا إيو حكوط أمري إنو كسيو تاسونا وحوية وحقفك مومن كفرحات قريه إلا باهدا قفك وحكوبا معها مركة باهدا هذا وإناد إلهي أبنغطو كوعي الإلدو وحوية نكونا كرسونات إلهي نكا أقبل أيو قال كاسان عشر كان سيجوجين إن الله سبحانه وتعالى اللهم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.